في الأثناء أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إن واشنطن لا تزال تنتظر رد حركة حماس عبر الوسطاء على اقتراح وقف إطلاق النار الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة الماضية. وأوضح سوليفان أن مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز سيزور الدوحة للتشاور مع الوسطاء القطريين بشأن اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وكانت قطر قد أعلنت أنها سلمت الاقتراح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار إلى حماس، والذي يعكس مقترحا من ثلاث مراحل قدمه بايدن.